بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. كيفية جمع الاسم جمع مذكرين سالمان بوايا أشياعوا حالو بيشون كالسالمة كصفة جمعكية فاز إملاكي غلطة بلي باسي شونيتي جمع اسمك إذا اسم جمع كينو باتش جمع كينو جمع مذكرين شو جمع مذكري سالما جمع مذكري سالم جمع كينوا بس يواك يعني بحث يواك إنك أجر هاتو إما تعس زاني وما أنا اسم شون جمع كينوا بلان أجر هاتو جمع مان كردو معمولا ممكنة تعس إما وين خندو أنا على إيم جمع وأنا ما خندوه لكاتك كإما جمع سالم كدروس كين لو عني للفظ كات تغييرات يروب ده بس أو تغييرات هاكي على إذا كان الاسم المراد جمعه صحيحا أجر أو اسمي كما بس جمع كرنوي أو صحيح بيه زيدت الواو والنون أو الياء والنون عليه واو نون لحالة الرفعية ونون لحالة نسل جرى لسل زيادة بدون عمل سواها ببيع أما كعمل كان سوى أو زياد كردنا هيش تريناكي أما وإذا كان منقوصا أما أجر منقوص به منقوص إجل دو حال بدرنية يعني كي حذف ولا وبريا معوى باشا جاء أجر منقوص بحذف الياءه باشا يكي حذف به نعم أجر منقوص به ما بيا حذف كلامي بل حاول كامل جانبي حذف الياءه يكي عمسا سأني القاضي أجر وقت يجمع كتبانه بس القاضيون لأمجى الله ماذا سريع سقيلة أيديت ما قبلك دواي سلبي حركي ما قبلك يكي بالتقاء ساكن بيت القاضون حالتي نسبة جرقيش القاضين حذف ياؤه وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء أجر جمعك بواو نون بو أو ما قبل واو كملموم كري يعني هل أول ما يكل سري محذوف كبوة تقديرا أول ما من داب ما قبلك أجر لحالك شاء يمن بآخرك وانا بمعنى ما قبل يك مكسور هو كسر كمن داب ما قبل يك فنقول القاضون الداعون القالين والداعين جاء القاضي أما يأتي في خيالي على أصلهما القاضيون الداعيون القاضيين الداعيين أي باشا أما إعلال بي أما حذف مان كذا إعلال كذمان على باشا باش السبب يتوقع كارتا كردوا قاعدة كتاني ولا سلفي ساداخ واندوا كاغر مثلا الله مو كسره لا اثناء كلمه دابنو ما قبلك يا الله مو كسر بيسل بحركه ما قبلك يعني جوين حركه نقلك بلا ما قبلك بلان ليره لم كتابه معمول شامع اعلال ما نخل عندو بويا ويو سياتي سبب الحذف في التقاء ساكنين لباس الالتقاء ساكنين سبب حذفك اهانين كبشيء لا مساله لو حذف بيت وان كان الاسم منقوصا ولا اجل ما اشتباه نسيتي أجل اسمك مقصور به وحذفت ألفه ألفك حذف كلابه وأبقيت الفتحة للدلالة عليها وديار فتحك هي شرابته ودلالة لسر ألفك وكو أنتم الأعلون وإنهم بلمك أما بلمك اشتباه وإن كان الاسم مقصورا حذفت ألفه وأجل أو اسم سموك مصطفى إسم مقصورة أجل توبت الجمع كيتو الفكي حسفك لي باشا مصطفى مصطفياني مصطفيون هي متحرك ما قبل مبتكي بألف الفكلاتي اللي بالتقاظ بيته مصطفون أهالي حالة نسو جرق مصطفين أهالي قرآن هم أنا فرمي اللمين المصطفين الأخيار أو وأبقيت الفتحة ولي فتحك هل أمينيتو يعني شا علامة جمعك واو بيت شا علامة جمعك يا بيت فرغناك فتحك أمينته للدلالة عليها بو الدلالة لسلم كلام فعلك ألف بو حذف كلاوة وكو أنتم الأعلون كأما جمع أعلايا أعلى اسم تقليل أعلى أعلياني أعلون أعلون أبتنا أبت أعليون أعلون تاني حال بيش المتبع شوارنا بيه أعليون يا متحرك ما خبر ذيك بألف جامجة حسك بالتقاضي بتاع أعليون وإنهم لمن المصطفين لمن المصطفين الأخيار أعليون أعليون
اما كالي اعلونا شو توب وصل اصلي ثلاثيه كي اين انا خير ابي اعليونيه شنو وقت يا جر ايما واو شو مرتبي شوار حتما ابي بيه او ثاني خذ شك كواته بلا اما علويه ما دك شقنيه بلا ما قلبوا باسم تفضيل بروزني افعل بو حالبي ام جاره بلا اعلو اعلون وك ابي بيه يا كجبي بالف ابيت اعلى جاء ام جاء اعلى تسنيه جمع كيتوا ابيت اعليونا او اختي يا متحرك ما قبل ما بتعبيك بالف حالبي ابيت شيء ابيت اعلاونا الفك حذف ابيت اعلاونا مصطفى شروي شنو مصطفى شرويه لا اصلا يعني للصفوه ودي دي اجر نخوي اكيب ولا باب افتعال خوي واكيب وبيه خد بخد اوتوماتيكي شاكا ام جاربة مصطفى اقر واو يونوني في يوني مثلا دي ابيت مصطفين واو جبت مصطفيون هر كامل كان بيه يا متحرك ما قبل مفتوح اي كي بألف الف كبه التقاء ساكنين الروا ام راشية مينيتو بعض فتحكا مينيتو بعض جاء ام جار اصله ما ابيت اعلونا او شبت مصطفين ها اما جلو والمصطفوين بواو ها ورجيتي يعني اما اما جيبو اويك الاصل واو بوا اينا ايما واوكا دوين قلبو مزيد واوكا ما هكر دبري اما مقصور اي ممدود ولا حكم الممدود في الجمع حكمه في التثنية حكم الممدود لجمعاء حكم ولا تثنية ده يعني اقر همزكا اصليبيا يعني حرفي اصليبيا لام الفعل بدس لي نادين وكل وضاء دا علين وضاؤونه وك صحيح واية بلا مثلا عيسى أقر حمراء بيكين بعلم بو مذكر هنا حمراء خوي مؤنث وليخ فرزان أقر ناو بيبو فياريك أمرا بمعنى جمع كينو شاكا همزكي أكين بواو وك تسمية من كداتو أمان الحمراواني ليش علين حمراونه ها حالبي هرشن أو حمراء آخر أمانية أو مثلا شفقة الحاء ولا أصلا مؤنثة لفزكاء كان بناء بو مذكر يتر بهين جمعنا كينو شن علامة كي مؤنثة فيه ويا بجمع سالم جمعنا كينو أما إيش هرواية نابو بجمع سالم بلام أما هر فرضية أينا مثلا لو أني أقل حمراء إيش بكين بناء بو مذكر هر دلوز نبي بواونون جمعي كينو بيونون جمعي كينو وعليك السلام شنو علامتي تأنيثي فيها ويا عليك السلام ببيش جيهم حمراءونه فرق يوم ببي قاعدة غلطة شنو علامتي تأنيث أقر اسمه أبو جلو جيري أكال جمع أبو نوي يتم ما قال اللهم فرق خير بين علامة تأنيث كان مثلا أما ألفة أو تيه هنا طلحة دروزنية مثلا إذا طلحة ناو أبو جمع مذكريش طلحة تونة دروزنية نعم ويجوز الوجهان في نحو علباء وكساء علمين لمذكرين علباء كملحقة دو جتياد آخر خوي دو جتياد لجوب تسمية علباءان وعلباوان ليرشا أقر بيكن بجمع بيكن بناو بوكابرا هيك لدوايا ومانا جمع كينوات واني بلاي علباؤنا يا علباؤنا بيكن بواب أو كساء أو بو من قليبة يعني مثلا مثلا أصلا ولا من قليبة بغينا نفرق الى صوا وبوا كساؤنا كساؤنا يا رداء رداؤنا رداؤنا نعم ابتا امانة جو اختي ابن الشاهدي اما كعلم مذكر بني ناقع علمنا بن خوهر جمعنا اكرين وبو جمعة شرعيك يا تيافة الاهمية ومما تقدم ولا او بحثاني كرابر تعلم اذاني باشا ان اولو وعالمونا اما اولونا اولونا في ونوا ماذا على الاصل بيجي مثلا اخر اولو الالباب شن دائم الاضافه هيج وقت نوني في ونيه طالما ما قلتوا بدون اضافه تصوري كي نوني هيا ببي اضافه تصوري كي ولما تعين ببينون باخواننا ان اولو وعالمون وارضون والسنون وبنون وثبون وعزون واهلون وعشرون وبابه يا وبابه يعني ان بابه بابي اوانه ليست من جمع المذكر السالمي حج كان لما نجمع مذكر سالمين وانما هي ملحقه به شوف الشرائط جمع مذكر سالمين انت انا زي قلت يا مانا ملحق بجمع كما لنحو كاما ما نخلن جوا بتواري بتفصيل
دواي أو أمرا كيفية جمع الاسم جمع مؤنث سالما أمرا يعني أجر إما بقى الفوتين مثلا اسم جمع كينو أم جاء تغييرات إلى اسم كذا رودا بس أو مطرح به أفرم إذا كان المفرد بلا تاء أجر مفرد مؤنث كتاء أصلا فيه ونبو وكو زينب مريم أو زدت عليه الألف والتاء الفوتيكي لسزيارة كي بدون عمل سواها ببهج عمل كتر فتقول مثلا زينب رأي زينبات لمريم شعر مريمات أما وإذا كان مقصورا عمل معاملته في التثنية ولأجر هاتو أو اسم مؤنثي كتو جمعي أكيت وباء الفوبتي أجر مقصور بو همان معاملة لقلقي كلا تثنية مثلا تو حبلا دقل تثنية كرياتو ألفكتك البيه أو حبلا يعني أجر مثلا عصات تسنيك هذا عصواني باشا أجر فتاة ويا أو فتاة أو فتيات فتقول فتيات أو فتياني لواته ولا تسنيها برام ليه لدا بس بقى الفوتية وهل أو عمل أنجام إلى اسمك فتيات حبليات مصطفيات باشا متيات عنب لما تاب اسمان كروت معنا ما إيمالا إيجريتو هذا غير مسنى كينو اي كينو با اي كين بيه كن ايماله ايغريتو او يوا ايمالنا ان يغرسو امان كر بواو في فتا وحبلا ومصطفى ومتى مسمى بها مؤنث وقت كناو بكرينا ناو مؤنث معنا ابيت الشاهد ايما وتقول في عصوات وبل وتقول عصوات دي واذاوات وإلوات في عصا وإذا وإلى مسمى مؤنث مسمى مؤنثين يعني مثلا عصا كين بنابو عفرتي إذا كين بنابو عفرتي مثلا إلى كين بنابو عفرتي إلى إلى بقى بك بناو كيشكا كيشكا تبوجني هناك كيشكا بنابو إلى حرفي شلون ده خشكا تو الأصلي ولعا حرفة وقت توكر البناو أبيت اسم هذا ايش او اختي بلي شن كان مثلا معمولا او عصا واخوي اخر قيوة وهو معلومة علي عصوات ولي اذا وإلا اوانا ايمالا ناخون الاوانا جوا ايمالا ناخون لتسنياء الف كما نكر بواو دي لجمع شاكين بواو وكذا ان كان ممدودا او منقوصا ممدود منقوص بحكمك هل اميا يعني هل حملة كينو ستسنية مثلا وكو الصحراوات صحراء مؤنث هو قال وقت تثنية ما نكردو همزة كما نكر بواو ديرش هلو إليك قراء همزة كي هرمينيتو قراءات لبشك تثنية وهرماو علباوات علباءات كساءات كساوات وتقول في قالين مسمى بها مؤنثون كبكري بناو مثلا عفرتي نابني قاضي لاشا أقل وقت أمجار جمع كينو تشي لدي أبت قاضيات يعني يكي يقيرينو يا منقوصك وإذا كان المفرد مختوما بالتاء زائدة كانت كفاطمة وخديجة أو عوضا من أصل كأخت بنت عدت حذفت منه في الجمع على هذا الوقت المفردك تي بسر أقول لو أنا أو تي زائد بي وكفاطمة وخديجة يا عوض لبري أصلك بي وكأخت بنت كعوض لبري لا مثل كان كواب ولا أصلا حذفت منه في الجمع لجمع حسبك لي فتقول فاطمات خديجات بنات أخوات عيدات آه تيكي خوي الحذف كروه ويك اجتماع دو على من ثاني زبيت وبري فصل ومتى كان المفرد اسما ثلاثيا سالم العين ساكنها مؤنثا سواء ختم بتاء أو لا جاز في عين جمعه المؤنث الفتح والتسكين واتباع يا واتباع العين للفاعل هل وقتك مفردك كتوغر تجمعك تبع الفبتين اسمك سي حرفي بو سالم العين بو يعني عين فعلك سالم بو يعني حرف عين لجنة ونوت صحيح العين سالم العين بي يعني مراعف جنبي مراعف نبي أجواب نبي إن جدوا ساكن العين بي يعني عين فعلك ساكن بي لا مفردك يا مؤنث بي كيف خويتي باتي ختمي بوبيا باتي ختمي نبوبيا جائزة لعين الفعل جمع مؤنثك يا فتحش وتسكينش وإتباع عينك بوفاء الفعلك
إلا إن كانت الفاء مفتوحة. ما قال فاء مفتوحة، كان مفتوح به أو اختفت فيتعين الإتباع، لذا فقد إتباع درسته. مثلا تمرنية تمرات، أبي تمرات، حالبي جملة، مثلا تمت جملات أبي جملات جملات جملة وإتباع مفتوحي كجملات جملات ساكن شيك باشا. يعني أجر مضموم الفاو مكسور الفاو سي وجه تدرسه، ولا أجر مفتوح الفاو يا وجه تدرسه أكو تمر. أي قولي أم عذرينا قبيلتك باشا. على وأما قول بعض العذريين كوجدشي حملت زفرات الضحى فأطقتها شاكا ومالي بزفرات عشي يداني علي من بالي زفرات الضحى في تحميل كريارة زفرات الضحى زي زفرات إيوه زفرات هاري هذي ما إيش لازم فلما قيس التقطيع إيش على فش كريم معلوم مني بالي بالي على زفرات الضحى يعني بلاكو بلاي زحمات أركو زحمتي كلا راجعتو شم أبي أو ما فيها تحميل كلاوة هلا مقصوها فأفقتها توانا أو ما بوا أما وما لي بزفرات العشي يداني وليل برابري او زفراتي كشوتو شم ابي دو دست منيه يعني توانا منيه دسي او مناروه درختي او نايه احمد يشرب كار كارو يشي هذا كارو يشي او زفرات على الزفرات تقريبا وكو هنا سبركي وشدوايه او تتباشي لغتي شبوك زين او ايه استا بالي جالي مكهات وبتسكيني فاء زفرات هو فضرورة مثلا بتسكيني فاء زفرات أو ضرورته جاب زين بحري شعرك نين سوى أو بحري شيا تبحرينا كلوا بحري طويل حساب طويل معمولا أبي فعول مفاعيل دو جاربة مثلا وحم ميل أو فعولنيك آخر فعولنا شي دروسه به مثلا دو برقايا برقايا كيان دو متحرك ساكنيك برقا كي كيان يق متحرك ساكنيك مثلا وحم أو برقايا كان دو متحرك ساكنيك ميل أو فعولن لواء تواوى بيت وحم ميل أمجال دوالا أمرا نوريش نوري مفاعلنا دي تزف راتب مفاعيل تهاهلي ومجبوري في كساكن كي بوي مفاعل لك دروس به زفرات الضحى أمجا زفرات أمجا ضحى فأوفعولوها أطقتها مفاعل دوايا وأمر عليه وما لي وفعول بزف لماذا مجبوري هل ساكني كي شن دوايا دو متحرقة بقي بس ساكن بو مفاعل بزفرات العشي يداني أو كإخوان جواب بتسكين فاء زفراد هاتوا خلاف أو قاعدة وائمة وثمان أو فضرورة أما أو كانت لام أو كانت لام مضموم الفاء باشا أو لام مكسورها فلا مكان شون بيخنوا أو كانت لام مضموم الفاء أمنيت كدرية. أو كانت لام مضموم الفاء ياء يعني آخر إما استثناء مانكر ليوا وثمان يك استثناء مانكر وثمان بلي أجر أو ساكن العين بو أو ثلاثية ساكن العين بو شرعيت وكتياها تدي وثمان سي وجه تياد وثمان أجر فاعل فعلكي مفتوح به أجر فاعل فعلكي مفتوح به فقد اتباع درسته أفتنيا أمانة إيش سناكر على إيش سنايتر إيش مان هيا باشا إيش سناكر جميع أو كان اللام مولو الفاء أقر ما مولو الفاء اسمك بس هو بجملة كما مولو الفاء بلين لام الفعل قيدي لو كانت ذا يا أو لام مكسوريها كدمية كما مثال بلين دمية مثال
أو لام مكسور هاواوا يا أجل مكسور الفابو لام كي واو به لام فعلكي وكذروا من أين تكيوا دمية بمعنى رنخوين يا رنصورتي ألو كاتا فيمتنع الإتباع أمر إتباع ممتنعة كاتا دو إستثناء معناها بس سي إستثناء البتة يكيان مفتوح الفاب مطلق إستثناء معناك كان ملموم الفايلة الفعل يامان إستثناء كل يكيان ملموم مكسور الفاي لام الفعل واو من استثناء كل لو أنا لم دوانا دا إتباع ممنوحة لو يتري أنا فقد إتباع درستة لا مفتوح الفاكرة وكوش فيمتنع الإتباع لو كانت إيسا مثال بيرنو وكو دعد الآن دعد أمام مفردة اسم ثلاثية ساكن العين سالم العين ساكن العين شا إتلوتي سواء الختمة بتاء أو لا أما تيبي وني دعد أجر جمعك ناوي جنيك جمعك يتو مثلا الله دعدات أبي أوايدك وني شن مفتوح الفاعشة فقد إتباعك يتيا درستا أم جارت جفنة حال ببنات بيالو يتشاوة مثلا هل وقت دعد وايا فقد أم تيبي وايا بيجت جفنات بفتح فائهما أم كان يتعين فيه الفتح في الجمع لا جمع فتح كي تيا متعينة أم جارت جمل وبصرت بالضم جمل بو أويك كيف يا ونبي وادي على أو جمليش مؤنث به ناوي بوشتكي مؤنث أو شت ما شيء لغتي وهم زي ما أنا أشياء جمل جملي نوتة أم جار إذا جمل بلى أتواني إما بصرتيش بالضم بالضم إخواني نو أمانة هند بكسر وكسرت بالكسر جاء جمل بو ملمول فاي بيتيا بصرت بو ملمول فاي تيدارة هند بو مكسور الفاي بيتيا كسرت بو مكسور الفاي تيدارة يجوز فيه ثلاثة حرف وجهك كي أدرست مثلا بلاي جملات جمولات جملات بصرت جروة هند جروة كسرت جروة مثلا هندات 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 أما أول بلى بلى يعني بلى اتباع بعينك تسكين اتباع فا لقو فتح أما ونحو الدمية باللمي كملموم الفايا ولا مثلك إيايا دميات الدميات تيايا إتو الدمويات تيانية ماشا زروة بالكسري زروات تيايا زروات أو بفتحة زروات شتيايا إتو الزيروات تيانية يمتنع فيه الإتباع إتباع ممتنعة أي باشا إشي لجيريوات في كأوتياتي الله وشذ جيريوات بكسر الرأي بكسر الرأي أو شذ أي نعبو أو إتباع كان أبوها جيروة بتتكسر قشتي وعلي أما الصفة هو اسم ومتى كان مفرد اسما يعني صفة نبه ولي أقر صفة كلخمة أو الرباعي كزينب أو معتل العين واشا يا معتل العين أما الصفة كضخمة أو الرباعي يعني أما الرباعي كزينب أو معتل يعني أما معتل العين كجورة كجورة كناوي شاركة أو ملعفها يا ملعف العين وكو جنة بتثليث الجيم جنة 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 أو متحركها يا متحرك العين كشجرة فلا تتغير فيها حالة العين في الجمع لو أنا حاولت عين فلك إلا جمعنا أكوري موفق بي إن شاء الله دور شاكي هذا الموضوع